أنيكي، أنت مصاب. ماذا حصل؟ أين ال... ماذا الآن؟ ماذا الآن؟ أقفز! طير طير، يقول لك طير. هلا هلا، صار بها طيران وقفز. هاي هذا التنين الثلجي. أوكي، يقول لك دوس هنا قطة. حلو، بداية حلوة. واو، أوه شيت، هم زي ما قال لي اضغط. أوكي، عرض عرض للعبة. راح لا تقول حيتحول شيطان او تنين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير، وياكم علي العراقي. دراغون ريج الحلقه الثانيه اليوم، مثل ما شفنا الحلقه الاولى. طبعا البدايه شفنا انه لقاء للاصدقاء صار، وبعدين كملوا مسيره اركا وقاتلنا كم دراغون، وبعدين الاميره او الاميره تشلبت بالاميره ان خطفت ام الشعر الاحمر، فلازم احنا نبحث عليها. ومشينا ويا هذا الوادي الغريب رحت انا ويا هذا الوادي الغريب الاطوار ندور، وصلنا العالم احمر مكان ما ادري شلون. صراحة نكمل ونشوف. حلو باو، وصلنا لهذا المكان، تذكرون بالحلقه السابقه وصلت لهنا. تمام، اوكي يا صديقي، يلا خلينا نكمل الحلقه الثانيه من لعبه دراغون ريج تختيم. هذا هنا ابو الابيض، والله بالحلقه السابقه ما انتبهت عليه قاعد ولا شفته. اوكي ندوس هنا. لومونس، اسمه لومونس هذا الولد، مو ليمون، لومونس. اتس يو جايز، ما ادري يشوف او خربان الوضعيه عنده. أنيكي، أنت مصاب. ماذا حصل؟ أين ال... يقول أنا ما شايل مالتي العلاج هاي. Be quiet. أوكي. This looks like the lair of the dragon servitors. Those monsters may come back at any time. يقول هذول الوحوش أو التنان مو مثل قبل، وده يجون من غير مكان، و... ويقول أنت ضعيف ضدهم. Take this and teach the newbie how to use it. اوكي، قال له خذ هذا وعلم الشخص اللي هو اني شلون يستخدمها. اوكي، قنبلة او طاقة ضوئية يعني كرة، فيقول له خذها تعلمها. نقول له اكوم هنا الطونيال اللي هو هذا السلاح اظن. اوكي اوكي، خلي اشوف شنو الطاني بعد. حاليا شنو هسه؟ اوكي وين؟ اين؟ يمكن جايين الوحوش؟ هذول راح ينتقمون، ينتقمون شنو؟ اوكي ظهروا ظهروا. اظن لو مختار شخصية السياف يمكن الحركة مالته احلى من هاي مال المسدس. فضلت مثل لو شخصية دانتي ديفل ماي كراي، لو قاتل مثلهم احسن. الحركة مال ايده هاي يعني صراحة ما عجبتني مال المسدسات. بس خلينا نستخدم هاي الحركة. الان ما اعرف سواله. اوكي هذا اخر واحد. الحركة مال المسدس الصراحة ما عجبتني. وين الباقي؟ اوه ياتم ياتم، خلي استخدم هاي الحركة عشان التنين الطاير. تنانين طايرة. هذا الطائر بس مو قوي، يعني مجرد شخصية طائرة. اوه ايش راح يسوي؟ اوكي، بنهاية الحلقة راح اجرب شخصية ثانية اشوف يكمل تختيم لو تنعاد. حاولوا تذكروني، ولو انتم ما تقدرون بس حاولوا تذكروني. زادين لعبة بها مود سباقات، همين بها يعني شغلات سوالف اونلاين، سيارات اونلاين تتسابق. هذا اللي عرفته باللعبة. تمام اوكي، دست هاي الايكون اللي يمين اللي فوق، رجعني لهذا العالم. شكو هنا
ما ابي حل اقراها هسه نشوف شنو. والله هنا صوره، الصوره والله اقدر اغير. اكو نص غيره بالصوره، ما اعرف يعني انا ليش ما اقدر اغير، ليش ما اقدر احدد، ليش ما اقدر افور الزاويه. ماكو واحد يكتب لي بالتعليقات ما اقدر افور الزاويه. اوكي خلينا نشوف شنو هسه المهمه. مجرد رجوع هسه حاليا جاب العلاج هنا بحساب، على اساس انه جاب العلاج. شنو بعد؟ غريب، غريب انه ما اقدر افر الشاشه، ما اعرف ليش. نروح شكو هنا السكيل. اوكي عندي هنا ليفل اب ابجريد اول، اكو ابجريد اول واكو ابجريد شغله واحده تقدر. يلا ابجريد اول تقدر كلهن. اوكي هسه شنو؟ اني ايس ترا ان ايس دراجون ابريز جوينت ميت. اوكي ودوني مكان جديد. يا سلام. يلا ماذا الان، ماذا الان؟ اقفز، طير طير، اقول لك طير. هلا هلا، صار بيها طيران وقفز. هاي هذا التنين الثلجي. اوكي يقول لك دوس هنا قطع. حلو، بداية حلوة. واو با با با، حركات اسطورية والله، روعة روعة. انهم السايبر. اوكي هجوم هجوم منا منا. سوى مثل البوابة الرقمية. هاي شنو هنا؟ اوه موجودين هنا هم يعني الوحوش. واو هذا شنو، هذا شنو؟ اوكي اهرب. نصيحة، اخذوا السياف، شخصية السياف جدا جميلة، ما اعرف المفروض اجربها من البداية، بس خايفة تنعاد القصة من الاول، لان انا متعود على اي لعبة جديدة. اوكي هناك صناديق، شنو بيها؟ بعض الزي اللابسة. حلو حلو، طوني سلاح. اوكي شنو هذا؟ ناري. زين شنو هذا الزعيم مالتهم؟ يلا حرقة حرقة حرقة. اي مات مات، يبدو انه انسان متحول. انظروا الى شكله، انظروا الى وجهه، انظروا الى المسكة العصا. ما هذا؟ سون جوجو صارت فريزا. ما هذا؟ فجر المكان وطفر فلت. تمام نقود، وهنا ما ادري شنو قلاده. زين ها شنو هذا؟ لدي رسالة، رسالة رسالة رسالة. اوكي شنو هنا بعد؟ بعد فوق، يعني هاي كلها انا بداخل البناية اللي لحقت منها. شنو هذا؟ اللي لحقت منها الدراغون. ما هذا؟ انني سايبر. اوكي شنو يونيت؟ شنو اكو قطعة مفقودة هنا؟ لازم اسوي هاي الحجية. ماشي هاي هنا المفروض جوا. فتحت الطريق. حلو ماذا الان؟
دوس بوش 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 ادفع 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 اضرب دايس ضغط مطول ضغطة مطولة يعني نشوف ايش حيصير السنة يلا راح يرجع لي بواب هنا رجع لهذا التنين نفسه اوه خاطفه هيات الاميرة 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 هلا ايوه البوس يلا وينه ما هذا ما هذا الاعصار حيسوي اعصار طانيات الاميره هنا أنا قاعده جامده بالثلج هذا قاتل ولا لا اوه ما هذا ما هذا لا جمدني هنا ظل دايس هنا ظل دايس هنا اي استعراض صار استعراض يعني هو لازم اجمد يلا وصلنا لها وصلنا لها نو نو اوه رجع مرة ثانية بس لا ياكلها بس لا ياكلها قال له ايوه قال له ايوه اوه ايش حيسوي ايش حيسوي اوه شيت هم زي ما قال لي اضغط اوكي عرض عرض للعبة راح لا تقول حيتحول شيطان او تنين واو دا تشوفون اللي صار دا تشوفون اللي سويته لك رهيبة والله اللعبة غير أسطورة ها هرب لو طار هرب هرب حلو الو اهم شيء اهم شيء عندي السرعه يعني اهم شيء السرعه ادري ما حيموت هذا التنين اوه بطيء الحركه صارت هنا حيموت لو لا اجى واحد جمد الوقت اظن وقفل الوقت المعلم الأول راح يساعده يمكن عاشت ايدك معلمي الأبيض عدل بشعرك عدل والله مبين عليك انت مبين عليك واحد ايوه سمو سعادة والله هنا أنا. شكرا جدو شكرا والله جدي يا سلام بقى هاي هنا ايده صار الشيطان مثل نيرو ديفل ماي كراي 4 نيرو من ايده تنقلب يصير شيطان اكو شيء شكرا حجي انا اشكرك هواي بس خل اشوف صاحبتي هنا ايش بيها نو نو هل انت بخير اوكي نطوني مهاره جديده مهاره جديده اظن طوني هاي
اوه اكو نيران واكو مسدس وكاي، هو الطاني هاي حاليا. تمام، هنا صار خطأ جليتش وبعدين رجع، ان الثلج اختفى ورجع ما يخالف. واخيرا لا عادي عادي، بالعكس بالعكس قلبي، سهلة هاي سهلة هاي لا شيء. تقول لي شكرا، اشو منظرك يعني غريب خايف، لا تخاف ماكو شيء. You did pretty well. The principal might even give you some sort of prize. Go on. اوكي قالت انت سويت زين، الامير يمكن يعطيك شغلات يعني على هذا الشرف مالتك. Thank you. No no. جماعتي هنا جوي هسه شنو؟ وين نروح؟ البرنس الحجي مالتني. Aren't you excited? انجو انجو مش اسمه. اوكي هل انت متحمس؟ سوف نرى الليله مدري شنو اليوم المدري شنو هذا. لقد مبروك، لقد تجاوزت كل الاختبارات. ليمونز ليمون ليمونز ليمونز يوسف انيكي انيكي يمكن هي نفسها. نو نو اظن. When I went through this drill, okay. Professor Manstein is looking for you. The professor is looking for you. Let's go and see him. Let's go. Okay, حاليا هو ده يروح على البروفيسور. انهي الفيديو لهنا. تقريبا وصلنا 20 دقيقة تقريبا. انقاذ الأميرة. هنا انقذنا الأميرة. Okay, هذا البروفيسور. قال شوف لي بروفيسور شيريد وراها ننهي الحلقة. خلا شوف هذا شيريد وراها ننهي الحلقة. أقول لي روح إذا ما عندك شيء روح لللايب. اذهب إلى الكلية واقرأ بعض الكتب على التنانين حتى يصير عندك خبرة من هالسوالف. روح للكلية. أوكي طبعا فيه سباقات أونلاين مثل ما قلت، زائدا راح أجرب شخصية جديدة هم راح نجرب. خلا شوف يطلع لي نفس القصة لو يعيدها من الأول. أوكي خلنا نطلع من الناس حاليا. أريد خروج. طبعا اللي هسه أقول أميرة شعر أحمر حلو. أنا أحب الشعر الأحمر. أحب الشعر الأحمر، الشعر ماروني، شعر ماروني أحب هيك لون. إذا شباب أتمنى أعجبكم الفيديو، لا تنسونا باللايك واشتراك للمزيد. بس راح اجرب شخصية جديدة انا ما اعرف شلون اطلع منها. طبعا اضافة الشخصية اظن راح اخليها بالبداية. فاوكي الشخصيات عبارة عن مسدس والسياف. السياف عندنا هواي شخصيات همين. الاساسين اللي هو القاتل المخفي نقول عليه الساحر، عبارة عن سحر عنده تقريبا. سول دانسر. هنا احساس باع الميل. اوكي خل اخذ هاي الشخصية اقول له نيكست. ماشي بالبداية هيش تطلع الشخصية حلو. لا بس لا بس اكو هنا الاول اللي هي تقدر تغير. كلن حلوات. نسيت شغلة، رقم 2 بملابس، رقم 3 ملابس، رقم 4 ملابس. انا بقيت على رقم 1 عجبني هواية صراحة، عجبني رقم 1. بس انا عبالي ماكو غير الوان. اكو هنا ملابس اللي هاي حلوة وهذا. بالنسبة للحركات مالتها انه اظن هذا مال رقص يفيد لان هي راقصة حصير، او هذا وهواي تفاصيل تقدر تغيرها، الطول والهاي كلها تقدر تغيرها. اي باعو اذا سوي شخصية جديدة راح تجرب القصة وتعيد اللعبة من الاول العاصفة، وراح توقع الشخصية. راح نشوف شلون السول دانسر وياكم على السريع. اضغط هاي. اوكي شمرت مثل القنبلة. خل اشوف القتال شلون بالسول دانسر، لازم اجرب. اوكي كنا حركة. تمام هنا حركة وهنا الساعة ما ادري شو تسوي هنا. شو تسوي هاي؟ لا الراقص مو حلو.
الرقص مو حلو، شخصية الراقص مو حلو، بس كل واحد عنده حركة شلون ينتقل، النقل مالته القفز هم تختلف. اوكي هنا السول ليش وقفت هاي؟ صراحة مو كلش قوية، ما عجبتني. السيوف والمسدسات افضل، احلى بهواي. وعندنا شخصية الاساسين همينة، راح اجربها بعدين. اذا شباب وصلنا الى نهاية الحلقة، كان معكم علي العراقي، لا تنسون باللايك وتحياتي.